سلمى، يعني أكيد قطاع السياحة من القطاعات المهمة جدا واللي اشتغلت كثير أيضا بالفترة الماضية لحتى ترمم بعض المناطق السياحية والأسواق، وأكيد إلى حصة معنا لليوم. رح نحكي أيضا عن النشاطات بقطاع السياحة. معنا المهندسة ذكرى حجار، عضو المكتب التنفيذي والثقافي بوزارة قطاع السياحة والثقافة بحلب. خلينا نرحب فيك، يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير، صباح النصر، صباح الأعياد من حلب الشهباء. يعني هلا عم أكيد نشوف الناس هلا عم تتوافد على القلعة لتزورها طبعا نحن وقاعدين. القلعة صيفا شتاء، عندنا قلعة حلب يمكن بالشتاء أكثر لأنه في مدارس، في معاهد، في منشآت تعليمية. رحلاتنا الداخلية إذا بدنا نبدأ بموضوع السياحة الشعبية أو السياحة الداخلية بتبدأ من قلاعنا، بتبدأ من قوابدنا التاريخية. القلعة الأقدم والأجمل والأكبر في العالم هي قلعة حلب، فتخيلوا أنه أبناء حلب ما يزوروها. فالوقت المناسب لزيارة حلب قلعتها عفوا من قبل أبنائها هو الشتاء أكثر من فصل الصيف، لأن نعم. الصيف القادمين من محافظات أخرى قبل الحرب للقادمين الأجانب، لكن بالشتاء مثل ما لكم شايفين مجرد ما تطلع الشمس شوي فمعناها الجو جميل انه تنزار القلعه وحتى لو كان مطر. نعم، يعني مدام ذكرى، نحن عم نرصد سنويا خلال تواجدنا بالحمله الاعلاميه لذكرى التحرير التعافي، حاله التعافي، القلعه ومقاهي القلعه جزء كبير من خلينا نقول مكان سياحي. سابقا طبعاً. كانت هي المنطقه معروفه من اشهر المناطق باسواقها وايضا المحال الموجوده فيها، وهلا رجعت مره جديده، صرنا نشوف عدد كبير من المقاهي متواجد عم بيخدم الناس. يعني الحمد لله. هلا هو المتعارف عليه انه السياحة اول من يتضرر في الحروب واخر من يتعافى، لكن ليس من باب المدح، ولكن اهالي حلب مع طبعا الجهات المسؤولة والمعنية في المدينة ضافرت الجهود ورجعت يعني بشكل عام تقريبا 50% من المنشآت السياحية. محور القلعة سابقا وحاليا هو من اهم المحاور السياحية بمدينة حلب، فيه سابقا شيء طبعا كتقريب العدد 33، حاليا صار في عندنا 15 منشأة أعيد تأهيلها وترميمها، وهي حاليا مثل ما عم نشوف حوالينا هي قيد التشغيل، وإن شاء الله القادم بيكون الوضع أفضل. نعم، يعني كمان خلينا نحكي، هلا كنت عم تقولي لنا تحت الهواء انه عندك شغل خدمي ببعض الاسواق بخان طبعا الحرير. هلا عندنا ترميم سوق خان الحرير يلي هو استكمالا لما بدأناه بسوق السقطية، السوق النموذجي يلي كان نموذج انه يحتذى به للاسواق القادمة. السوق الاقرب واللي بوصل له هو سوق خان الحرير. احنا عم نحكي الجهات الخدمية متواجدة لتنسيق العمل، الجهات اللي بدها تبدا البنيه التحتيه. نحن قبل ما نبدا باي مشروع بالمدينه القديمه بلشنا كقطاع حكومي، بلشنا بالبنيه التحتيه، يعني الطرقات، الكهرباء، المياه، الصرف الصحي. يعني مثل ما وصلتوا حاليا للقلعه، سابقا كان كل شيء مدمر حولها وكل شيء مدمر بالوصول إلى الوضع الخدمي. ايضا اذا شويه بعدنا عن السياحه، الوضع الخدمي حوالي 3 ملايين ونصف مليون متر مكعب أنقاض، فتخيلوا حجم الدمار، حجم كبير، حجم الإرهاب اللي طال مدينة حلب. وبنفس الوقت نحن عم نشتغل ليل نهار وصيف شتاء بدون توقف، طبعا بمتابعة من محافظ حلب مشكور لكل الجهات المعنية، ولكن العناية الخاصة هي بالمدينة القديمة لأنه هي الأساس القبلة والتاريخ. السياحية لمدينة حلب هي المدينة القديمة. نعم. المدينة الأقدم، الأكبر مساحة، الأكثر تنوعا بأسواقها، بخاناتها، بكنائسها، بجوامعها، بشكل عام هي المدينة المتكاملة على مستوى العالم كمدينة تاريخية أثرية مأهولة حتى الآن. نعم، يعني بما أنك حكيتي عن القلعة وقلتي قديش كان في دمار، بنتذكر هون زينب لما إجينا بال 2017 من هاي المنطقة تقريبا كنا عم نطلع الناس بصباحنا غير، وخلفنا كانت أعمال الترميم. حاليا عم نشوف كل هذا الطريق هو منجز خلال الأعوام اللي مرت. اليوم أيضا قطاع
قطاعات سياحية متعددة، منشآت سياحية أعيد تأهيلها خلال هاي الأعوام الماضية. خلينا نحكي عن أهمية العودة لكثير حتى من الفنادق وكثير من الأماكن السياحية ضمن مدينة حلب بالعموم. طبعا ضمن مدينة حلب المنشآت السياحية كانت تقريبا 492 منشأة قبل الحرب، حاليا اللي أعيد تأهيله واستثماره من ضمن الفنادق 192 منشأة، يعني أقل من نصف بقليل. بشكل عام حاليا هون خلفنا في مبنى الخدمات الفنية في يوم السياحة العالمي سيد الوزير قمنا بافتتاح بداية أعمال ترميمه، وهو فندق 4 نجوم مستثمر أتى مشكور من خارج القطر وأعاد عقده واستثماره. فندق 4 نجوم مع خانات، مع كافيتيريا، مع فعاليات مختلفة، كخان صغير جانبنا أيضا خان الشونة يلي هو مملوك لوزارة السياحة، هن عبارة عن سوق للمهن اليدوية للحرف التراثية، التكامل بالعمل بكل الجوانب. أكيد. نعم، لكن خبرينا عن النشاطات القادمة، يعني أعمال الترميم القادمة، أي أماكن ومواقع رح تكون؟ المواقع القادمة كما أعتقد في شهر العاشر كان في سوق الاستثمار السياحي العقد بمدينة طرطوس، طرح فيه كثير من المشاريع بمدينة حلب، بعضها ملكيتة للوحدات الإدارية أو لمجلس المدينة. هذه المشاريع تم تفعيلها ومذكرات تعاون بين وزارة الإدارة المحلية وبين وزارة السياحة لتفعيل هذه المشاريع، أولا لإعادة السياحة إلى ألقى في مدينة حلب، والموضوع الأهم طبعا هي زيادة الواردات للوحدات الإدارية، وهذا ما يعود على مدينة حلب بشكل كامل. طبعا من ضمن في أيضا بعض الأبنية مملوكة لوزارة السياحة كخان الشونة، كفندق الكارلتون الذي دمر أكثر 3 مرات تقريبا، نعم، حمام يلبغة، في بعض الأبنية ملكية وزارة السياحة وبعض الأبنية هي لمجلس مدينة حلب. بشكل عام كل معلم أو كل فندق أو كل منشأة سياحية تعاد إلى العمل يكون مردودة على أبناء مدينة حلب، على أبناء سوريا بشكل عام، لأن السياحة هي الرافع الاقتصادي أو الداعم الاقتصادي الأول للموازنات المالية. قبل الحرب أكثر من 10 مليارات كان القطاع السياحي يدر على أموال، يعني نعم. إذا حكينا عن الأموال، نعم، يعني نحن بدنا نتشكرك مدام ذكرى على كل المعلومات اللي قدمتيها، ونتمنى دائما نزور حلب وهي عمرانة أكثر وأكثر. شكرا إن شاء الله بالعام القادم بيكون الوضع أفضل بكثير من الآن، وأود أن أقول الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة كل عام وأنتم بخير. شكرا لك.